بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام يحيى بن شرف الدين النووي رحمه الله: الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري رحمه الله، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله، بل ذكر المؤلف رحمه الله أول حديث من أحاديث هذا الكتاب، وهو حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. قوله إنما الأعمال، إنما أداة حصر، والحصر هو إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه. فإذا قلت إنما زيد قائم كأنك تقول لا قائم إلا زيد. وقوله إنما الأعمال، الأعمال جمع عمل، وهو شامل لأعمال القلوب وأعمال الجوارح. بالنيات، النيات جمع نية، والنية هي في اللغة العزم على فعل الشيء، وأما شرعا فهي العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى. وقول إنما الأعمال بالنيات، معنى إنما الأعمال بالنيات أي لا عمل إلا بنية. وإنما لكل امرئ ما نوى أي ليس للمرء من ثواب الأعمال إلا ما نواه، فهذا هو الثمرة والنتيجة. فقول إنما الأعمال بالنيات هذا سبب، وقالوا وإنما لكل امرئ ما نوى أي ليس للإنسان إلا ما نواه من الأعمال، فما لم ينوه فإنه لا يثاب عليه بل ولا يصح كما سيأتي. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله. الهجرة في اللغة بمعنى الترك، وأما شرعاً فالهجرة لها معنيان: معنى عام ومعنى خاص. فأما المعنى العام فهو ثلاثة أنواع: هجرة مكان، وهجرة عمل، وهجرة عامل. الهجرة بالمعنى العام ثلاثة أنواع: هجرة مكان، وهجرة عمل، وهجرة عامل. فأما الأول وهو هجرة المكان، فأن يهجر المكان الذي يعصى فيه الله عز وجل، فيهاجر إلى المكان الذي يطاع فيه. فإذا كان يقيم في بلد أو في مكان يعصى فيه الله، ولا تقام فيه شعائر الله، ولا يستطيع أن يظهر دينه أو يخشى على نفسه، فإنه في هذه الحال يهاجر إلى المكان الذي يتمكن فيه من إقامة دين الله تعالى. ثانياً هجرة عمل، أن يهجر العمل الذي يكون فيه معصية لله عز وجل.
ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. فكون الإنسان يترك المعاصي والذنوب هذا يسمى هجرة عمل. النوع الثالث من الهجرة بالمعنى العام هجرة عامل، وذلك بأن يهجر العامل الذي يعصي الله تعالى إذا كان في هجره مصلحة. فإنسان مثلا يتعامل بالربا أو يعق والديه أو يقطع أرحامه أو يفعل أمورا منكرة، هل تهجره أو لا؟ العلماء رحمهم الله اختلفوا في ذلك، وأصح الأقوال أن الهجر دواء، إن أفاد بمعنى أنك إذا هجرت هذا الشخص فإنه يستقيم على دين الله ويرتدع فإنك تهجره، وأما إذا كان الهجر لا يزيده إلا عتوا ونفورا فلا تهجره. فالهجر في حقيقة الأمر هو دواء. هذه ثلاثة أنواع من أنواع الهجرة: هجرة مكان، وهجرة عمل، وهجرة عامل. هذا بالمعنى العام. أما المعنى الخاص للهجرة فهي الانتقال من مكة إلى المدينة، أو المهاجر أن يهاجر من مكة إلى المدينة، أو من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. إذن الهجرة بالمعنى الخاص هي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. قال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. يعني من هاجر إلى الله، يعني إلي طلبا لرضوان الله عز وجل، فهاجر إلى الله ورسوله لإقامة دين الله وشعائر الله، فهجرته إلى الله ورسوله يعني فقد أدرك الغاية وأدرك السعادة في الدنيا والآخرة. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، يعني إنه انتقل من بلد إلى بلد لدنيا يصيبها، أو امرأة ينكحها يعني يتزوج امرأة، فهجرته إلى ما هاجر إليه، يعني أن هذا بحسب نيته. فهذا الحديث من الأحاديث التي عليها مدار الإسلام وتدور عليها قواعد الدين، ولهذا قيل: عمدة الدين عندنا كلمات أربع من كلام خير البرية، اتق الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملن بنية. فهذا الحديث يدل على أهمية النية، والنية لها أثر أيها الإخوة، لها أثر في الأعمال صحة وفسادا، ثوابا وعقابا. النية لها أثر فيما يتعلق بالأعمال صحة وفسادا وثوابا وعقابا، وذلك أن النية بالنسبة للأعمال من حيث الصحة والفساد والثواب والعقاب على أقسام أربعة. القسم الأول ما تكون النية فيه شرطا للصحة، ما تكون النية فيه شرطا للصحة، بحيث لو خلت النية من هذا العمل لم يصح. وضابط ذلك، الضابط والقاعدة في هذا، العبادات المأمور بها التي توصف بالصحة والفساد. فكل عبادة أمر الشارع بها توصف بصحة وفساد، هذه تكون النية فيها شرطاً للصحة. لنضرب أمثلة: الصلاة توصف بالصحة والفساد، إذن النية فيها شرط. الصيام، الزكاة كذلك. لكن مثلاً الأكل، هل يوصف الأكل بالصحة والفساد؟ هل يقال أكل صحيح وأكل فاسد؟ لا. إذن لا، ليست النية الشرط لصحته، إنما النية تتعلق فيما يتعلق بالثواب. إذن نرجع ونقول: القسم الأول ما تكون النية فيه شرطا للصحة، بحيث لو خلى العمل من النية فإن العمل يقع باطلا ولا يصح. وضابط ذلك العبادات المأمور بها التي توصف بالصحة والفساد. القسم الثاني ما لا تشترط له النية،
بمعنى أن النية ليست شرطا فيه، وذلك في باب التروك والتخلي، فكل أمر طلب الشارع منك التخلي عنه فلا تشترط له النية. فمثلا إزالة النجاسة أعزكم الله، هل يشترط لها نية؟ الجواب لا. لو أصاب ثوبك نجاسة ونزل ماء من المطر، أو حصل رياح، أو زالت النجاسة بريح أو بشمس أو بغير ذلك، فإن النجاسة تطهر ولا تشترط النية، لأن هذا من باب التخلي والتروك وليس من باب المأمورات. القسم الثالث ما تكون النية فيه شرطاً لحصول الأجر والثواب، بمعنى أن الإنسان إذا نوى حصل له الأجر والثواب، وإذا لم ينوي لم يحصل له الأجر والثواب. وضابط ذلك أداء الحقوق، أداء حقوق الآدميين، فجميع الحقوق المتعلقة بالآدميين إذا نوى الإنسان بها نية طيبة أثيب عليها، وإذا لم ينوي لم يثب وإن كانت ذمته تبرأ. فمثلا النفقة على الأولاد، على الزوجة والأولاد، متى يثاب الإنسان عليها؟ نقول إذا نوى، إذا نويت بإنفاقك على زوجتك وعلى أولادك التقرب إلى الله تثاب. إذا لم تنوي ذلك ليس لك ثواب، وإن كنت قد أديت الواجب لكن لا يحصل لك الثواب. ما الدليل على هذا؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، قال له: واعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في امرأتك. الشاهد قوله: لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله، وهذا يدل على أن الإنسان إذا نوى بإنفاقه التقرب إلى الله أثيب على ذلك، إذا لم ينوي فإنه لا يثاب وإن كانت ذمته تبرأ. مثال آخر: رد العارية والوديعة، يعني لو أن شخصا أودعك وديعة ثم أردت أن تردها عليه، إذا نويت عند ردك لوديعته نويت أن ترد الحق إلى أصحابه وتعطي الحق لمالكه تثاب على هذا. إذا لم تنوي فإنك تبرأ ذمتك لكن لا يحصل لك الثواب. كذلك أيضا لو أن شخصا أقرضك مالا وأردت أن ترد هذا المال، إذا نويت بردك للمال التقرب إلى الله وإعطاء صاحب الحق حقه فإنك تثاب، إذا لم تنوي فلا ثواب لك. القسم الرابع من أقسام النية بالنسبة للأعمال ما تكون النية فيه شرطا لزيادة الأجر والثواب، بمعنى أن الأجر والثواب حاصل لا محالة، لكن إذا نويت ازددت أجرا وثوابا. وضابط ذلك الأعمال التي يتعدى نفعها، فكل عمل يتعدى نفعه ومصلحته فإن الإنسان يثاب عليه ولو لم ينوه، لكن إذا نوى ازداد أجرا وثوابا. قال الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، هذا خير. ثم قال: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو طير أو بهيمة إلا كان له أجر. مع أن الإنسان حينما يغرس الغرس ويزرع الزرع قد لا يطرأ على باله أن يأكل منه إنسان أو طير أو بهيمة، ومع ذلك يثاب. فإذا نوى، يعني لو أنك غرست غرسا
ونويت بهذا الغرس أنه تأكل من الطيور والآدميون والبهائم فإنك تزداد أجرا وثوابا. كذلك أيضا الإصلاح بين الناس، لو رأيت شخصين متخاصمين فأصلحت بينهما تثاب على ذلك حتى لو لم يكن منك نية، لكن لو نويت ازددت أجرا وثوابا. فتبين بهذا أن الأعمال بالنسبة للنية من حيث الصحة والفساد والثواب والعقاب على أقسام أربعة: ما تكون النية فيه شرطا للصحة، وضابط ذلك الأعمال العبادات المأمور بها التي توصف بالصحة والفساد، والقسم الثاني ما لا تشترط له النية وهو ما كان من باب التخلي والتروك، والقسم الثالث ما تكون النية فيه شرطا لحصول الأجر والثواب وذلك في أداء الحقوق والواجبات للآدميين، والقسم الرابع ما تكون النية فيه شرطا لزيادة الأجر والثواب. والنية أيها الإخوة أمرها عظيم، ولذلك الموفق هو الذي تكون عاداته عبادات، والمخذول والمحروم هو الذي تكون عباداته عادات. كيف ذلك؟ بعض الناس الآن يأتي يصلي عادة، يصوم عادة، يزكي عادة، يحج عادة، يعتمر عادة، لا يستحضر حين فعل العبادة أنه يقوم بعبادة. ولذلك ينبغي لنا عند فعل أي عبادة أن نستحضر ثلاثة أمور: أولاً أن الله تعالى أمرنا بها حتى يحصل لنا كمال الذل والتعبد والخضوع لله. ثانياً أن نستحضر كأن الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل العبادة أمامنا حتى نستحضر المتابعة. والأمر الثالث أن ينوي العبادة هذه بنفسها، أن ينوي بهذه العبادة، أن ينوي هذه العبادة إما صلاة أو صيام أو غيرها. إذن إذا أردت أن تصلي فاستحضر أولاً أن الله أمرك بالصلاة، وأقيم الصلاة وآتوا الزكاة وأقيم الصلاة، تستحضر أنك مأمور بهذا. أيضاً تستحضر كأن الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي أمامك وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي. فبالأول تحقق الإخلاص، بالثاني تحقق المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، ثم الأمر الثالث أن تنوي هذه العبادة، هذه الصلاة هل هي فريضة أو نافلة، هل هي ظهر أو عصر إلى آخره. إذن هذا هو الموفق الذي تكون عاداته عبادات، والمحروم والمخذول هو الذي يجعل العبادات عادات. كيف يمكنني أو كيف يمكن الإنسان أن يجعل العادة عبادة؟ نقول الأمر سهل بالنية، كلنا يأكل، كلنا ينام، كلنا يشرب، كلنا يلبس، هذه أمور جبلية وهي من مقتضى الجبلة والطبيعة. إذا نوى الإنسان بهذه الأعمال التقرب إلى الله والاستعانة بها على طاعة الله والتنعم بنعم الله صارت عبادة. فالآن الإنسان أراد أن ينام، لو أنك حينما تريد النوم تنوي بهذا النوم أولاً أن تنقض التعب السابق وتجدد النشاط اللاحق، أن تنوي بهذا النوم التقوي على طاعة الله، أن تنوي بهذا النوم أن تحفظ قوتك البدنية وجسدك، حينئذ يكون نومك عبادة. فشخصان، رجلان ينامان، كلاهما نائم، هذا نائم وهذا نائم، هذا نومه عبادة يثاب عليه وهذا نومه لا يثاب عليه. الفرق بينهما أيها الأخوة في ماذا؟ في النية. فينبغي لنا أن نحرص على النية.
أيضا في الحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فيه إشارة إلى الإخلاص وأن الإنسان ينبغي له أن يخلص العبادات بل أن يخلص أموره جميعا لله عز وجل، فلا يفعل شيئا لغير الله، لا ينوي بعباداته الرياء والسمعة وأن يثنى عليه أو يمدح عند الناس. فإذا قال قائل ما الحكم في العبادة إذا خالطها الرياء، يعني إذا رأى الإنسان في عبادته فهل تصح هذه العبادة أو لا تصح؟ الجواب الرياء إذا شارك العبادة وخالط العبادة فلا يخلو من أربعة أقسام. القسم الأول أن يكون الحامل على العمل هو الرياء، بأن قام يصلي رياء، قام يتوضأ رياء، أخرج الزكاة رياء، فهذا عمله حابط وعبادته لا تقبل لأنه أشرك مع الله عز وجل. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال الله تعالى في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. إذن إذا كان الحامل على العمل هو الرياء فإن العبادة لا تصح، باطلة، لا تبرأ بها الذمة ولا يسقط بها الطلب. القسم الثاني أن يفعل العبادة لله، يعني أن يكون الحامل على فعل العبادة هو طاعة الله تعالى، ولكن طرأ الرياء بعد ذلك، أن يكون الرياء طارئا بأن قام لله لكن طرأ الرياء، فما الحكم؟ نقول هنا إذا طرأ الرياء فإما أن يدافعه أو يسترسل معه. فإذا استرسل مع الرياء، يعني مثلا كان يصلي ثم جاءه الرياء واسترسل واستمر، نقول فهذا عمله حابط ولا تصح عبادته. وأما إذا دافع الرياء بأن تعوذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم وحاول أن يصرف نفسه عن هذا الرياء وجاهد نفسه، فحينئذ لا يخلو إما أن تكون العبادة مما ينبني أولها على آخرها وآخرها على أولها، وإما أن تكون العبادة مما يصح أولها مع فساد آخرها وآخرها مع فساد أولها. فما الحكم بذلك؟ نقول إن كانت العبادة مما ينبني أوله على آخره وآخره على أوله فما قبل الرياء صحيح وما بعد الرياء فاسد. مثال ذلك إنسان يصلي ثم طرأ عليه الرياء واسترسل مع هذا الرياء ولم يدفع، فنقول صلاته باطلة ولا تصح، لأن الصلاة مما ينبني أولها على آخرها وآخرها على أولها. مثال آخر رجل معه درهمان أو ديناران أو ريالان، تصدق بالأول مخلصا لله ثم طرأ عليه الرياء، ففي هذا الحال نقول الدرهم أو الدينار الذي تصدق به قبل الرياء صحيح، والذي تصدق به بعد الرياء ليس غير صحيح ولا يقبل منه. إذن إذا كان الرياء طارئا فإن دافعه الإنسان لم يضره، إذا دافعه لا يضره، وإن لم يدافعه واسترسل معه فإن كانت هذه العبادة مما ينبني أولها مع آخرها وآخرها مع أولها فلا تصح، وأما إذا كان ليس كذلك فما كان قبل الرياء فصحيح وما كان بعد الرياء فلا يصح. القسم الثالث
أن يكون الرياء في الأوصاف، أن يكون الرياء في وصف العبادة لا في أصلها، بمعنى أنه قام يصلي لله مخلصا، ولكن لما أحس بداخل صار يفعل سننا لم يكن يفعلها من قبل، صار يضع يده اليمنى على اليسرى على صدره، وصار يتورك ويفعل سننا لم يفعلها من قبل. فنقول هنا أصل العبادة صحيح لأنه ليس فيه رياء، لكن هذه الأوصاف التي فعلها من وضع اليد اليمنى على اليسرى على صدره والتورك ونحو ذلك لا يثاب عليه. لماذا؟ لأنه فعله رياء وسمعة. القسم الرابع أن يكون الرياء بعد الفراغ من العبادة وانقضائها. فالعبادة صحيحة وقد وقعت موقعها، ولكن هذا الرياء قد يكون سبباً لحبوط الثواب، بمعنى أن ثواب العمل يكون حابطاً. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، فإبطال الصدقة هنا إبطال لثوابها، كالذي ينفق ماله رئاء الناس. إذن الذي يرائي في العبادة بعد انقضائها، نقول العبادة من حيث الصحة وبراءة الذمة صحيحة، ولكن في هذه الحال قد يكون هذا الرياء سبباً لحبوط العمل، لحبوط ثواب العمل. إذن هذا الحديث أيها الإخوة من الأحاديث العظيمة التي تدلنا على عظم النية وأهميتها في الشريعة الإسلامية. نعم. الحديث الثاني عن عمر رضي الله عنه أيضا قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. من عنده سؤال من الإخوة يكتب السؤال يعطيه الأخ القارئ، اللي عنده سؤال أو استفسار يكتبه ويسلمه للأخ القارئ. هذا الحديث الثاني حديث عمر رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل، إذ هنا فجائية، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، شديد بياض الثياب وشديد سواد الشعر ولا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. فذكر أربعة أوصاف: أولا أنه شديد بياض الثياب،
شديد سواد الشعر، يعني ليس شيخا كبيرا، ولا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، لأنه إذا كان لا يرى عليه أثر السفر إذن هو من أهل المدينة، وإذا كان من أهل المدينة سيكون معلوما، ومع ذلك قال لا يعرفه منا أحد. فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه، يعني على فخذي نفسه، وليس المراد على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من سوء الأدب، بل المراد أنه وضع يديه على فخذي نفسه، ثم قال يا محمد، وإنما قال يا محمد ليوهم أنه أعرابي، لأن الأعراب وهم سكان البادية هم الذين يخاطبون النبي عليه الصلاة والسلام بقولهم يا محمد، وقد نهى الله تعالى عن ذلك وقال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، فينهى الإنسان أن يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام بأن يقول يا محمد، لا يناديه باسمه المجرد بل يقول يا رسول الله. فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، ما هو الإسلام وما هي ماهيته؟ والإسلام في اللغة بمعنى الاستسلام والانقياد، الاستسلام والانقياد ظاهرا وباطنا، هذا من حيث اللغة. أما شرعا فالإسلام له معنيان، معنى عام ومعنى خاص، انتبهوا، الإسلام له معنيان، معنى عام ومعنى خاص. أما الإسلام بالمعنى العام فهو الاستسلام لله عز وجل في كل زمان أو مكان كانت الشريعة فيه قائمة. فعلى هذا الأمم السابقة الذين اتبعوا الرسل مسلمون، قال الله عز وجل ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما، وقال تعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إيش إن كنتم مسلمين، وقال عن نوح وأنا أول المسلمين. هذا الإسلام بالمعنى العام. إذن الإسلام بالمعنى العام هو الاستسلام لله عز وجل في كل زمان أو مكان كانت الشريعة فيه قائمة، وعلى هذا فالأمم السابقة مسلمون بهذا المعنى. المعنى الثاني من معاني الإسلام المعنى الخاص، وهو الاستسلام لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، الشريعة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم والتي رضيها الله تعالى لعباده. قال الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وقال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فليس هناك دين مقبول مرضي عند الله إلا الدين الإسلامي، كل الأديان سوى دين الإسلام باطلة، جميعها باطلة. قال الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أصحاب النار. وهذه أيها الإخوة عقيدة يجب أن نعتقدها، أن كل الأديان سوى دين الإسلام أديان باطلة، اليهودية والنصرانية والبوذية والمجوسية كلها باطلة، لكن نقرهم على أديانهم لأن الله عز وجل أقرهم على ذلك، فنحن نعتقد بطلانها ونقرهم على
ما هم عليه. إذن هذا هو الإسلام. قال أخبرني عن الإسلام. قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. أن تشهد، ما هي الشهادة؟ الشهادة هي أن تقر بقلبك ناطقاً بلسانك أن لا إله إلا الله، هذا معنى الشهادة، أن تقر بقلبك ناطقاً بلسانك، فهي إقرار بالقلب ونطق باللسان لابد. فلو نطقت بلسانك من غير أن تعتقد بقلبك لم ينفعك ذلك، لأن هذه شهادة المنافقين، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. ألا إله إلا الله، ما معنى لا إله إلا الله؟ معناها لا معبود حق إلا الله، لا، وليس معناها لا خالق إلا الله، لا موجود إلا الله، لا صانع إلا الله، كل هذه معاني باطلة. معنى لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله، لا أحد يستحق العبادة سوى الله، هذا هو المعنى. ولهذا قال الله عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال فاعبد الله، هذا هو معنى هذه الكلمة. إذن لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله. ولا بد أن نقول، أن نقدر لا معبود حق، لأننا لو قلنا لا معبود إلا الله لا يصح. لماذا؟ لأن هناك آلهة تعبد من دون الله لكن باطلة، فلهذا نقول لا معبود حق. قال الله عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. وقال عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. إذن هذا معنى الكلمة، هذه الكلمة لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله. هذه الكلمة أيها الإخوة هي كلمة التوحيد. التوحيد والعقيدة لها أهمية عظمى. مما يدلك على أهمية التوحيد، أولاً أن الله عز وجل خلق الخلق لأجل التوحيد. قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ثانياً مما يدل على أهمية التوحيد أن الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام دعوتهم من أولهم إلى آخرهم هي تحقيق التوحيد. جميع الرسل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالرسل أصل دعوتهم واحدة، ولكنهم يختلفون في الشرائع، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ثالثا مما يدل على أهمية التوحيد أن جميع الأعمال يتوقف قبولها وصحتها على التوحيد، فمن حقق التوحيد صح عمله، ومن لم يحقق التوحيد لم يصح عمله. قال الله تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال عز وجل لئن أشركت ليحبطن عملك. مما يدل على أهمية التوحيد أنه أول أمر يسأل عنه الإنسان في قبره. أول أمر في قبر الإنسان يسأل عنه التوحيد. فقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الميت إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه أتاه ملكان فيقعدانه ويسألانه من ربك ما دينك من نبيك. قال فأما المؤمن أو الموقن فيقول ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، يهدى إلى الجواب الصحيح. قال وأما الكافر أو المنافق
أو المرتاب فيقول ها ها لا أدري. إذا قيل له من ربك يقول ها ها لا أدري، حتى لو كان يعرف الجواب في الدنيا لا يستطيع أن يجيب. فإذا قال ها ها لا أدري حينئذ يضرب بمرزبة من حديد يسمعها من يليه سوى الثقلين الإنس والجن. وهذا يدلنا أيها الإخوة على أهمية التوحيد. مما يدل على أهمية التوحيد أيضا أن القرآن من أوله إلى آخره كله دعوة للتوحيد، كله دعوة للتوحيد. فإذا نرجع نقول معنى لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله، وليس المعنى لا خالق إلا الله، لا صانع إلا الله، لا موجود إلا الله. كل هذه المعاني لا تصح، لأن إذا قلنا لا موجود إلا الله هل هذا المعنى صحيح؟ غير صحيح. هناك مليارات من البشر موجودون من غير الله عز وجل، لكن المعنى لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله عز وجل. وأيضا بعض العلماء يقدر لا معبود بحق، وبعضهم يقدر، والأحسن أن نقدر حق لا معبود حق، هي المعنى واحد، المعنى لا يختلف، لكن من حيث اللغة العربية. لماذا؟ لأننا إذا قلنا لا معبود حق إلا الله لم نحتاج إلى تقدير، وأما إذا قلت لا معبود بحق فمن القواعد المقررة عند علماء النحو أن الجار والمجرور لا بد له من المتعلق، كما قيل لا بد للجار من التعلق بفعل أو معناه نحو مرتقي، فكل جار ومجرور فلا بد له من متعلق. فإذا قلت مثلا محمد في المسجد الحرام، محمد مبتدأ في المسجد الحرام، جار ومجرور متعلق بمحذوف تقديره كائن في المسجد الحرام أو موجود في المسجد الحرام. ومعلوم أن القاعدة أن ما لا يحتاج إلى تقدير أولى مما يحتاج إلى تقدير، لكن هذا الاختلاف هنا ليس اختلافا في المعنى، المعنى واحد لكن اختلاف من حيث اللغة العربية. إذن نقول هذا يدلنا على أهمية هذه الكلمة، أشهد أن لا إله إلا الله، الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، يعني وأن تشهد أن محمدا رسول الله. والشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة هي أن تنطق بلسانك معتقدا بقلبك، يعني أن تعتقد بقلبك وتنطق بلسانك أنه عليه الصلاة والسلام مرسل من عند الله وأن محمدا رسول الله. والرسول هو الذي أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والنبي هو الذي أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. هذا هو الفرق عند جمهور العلماء بين الرسول وبين النبي، أن الرسول هو الذي أوحى الله تعالى إليه بشرع ولم هو الذي أوحى الله تعالى إليه بشرع وأمره بتبليغه، والنبي هو الذي أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه وإنما يتعبد برسالة من سبق. وليعلم أن جميع الأنبياء الذين ذكرهم الله عز وجل في القرآن كلهم رسل، الأنبياء المذكورون في القرآن كلهم رسل. وهنا سؤال، كم عدد الأنبياء الذين ذكرهم الله تعالى في القرآن؟ كم عدهم؟ الحين عدد 9، باقي من 25 16. الأنبياء الذين ذكرهم الله عز وجل هم 25 نبيا، ذكر الله تعالى منهم في آية الأنعام 18 نبيا. قال الله تعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين
وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. هؤلاء 18، يبقى 7 وهم إدريس، وهود، شعيب، صالح، ذو الكفل، آدم، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كم صاروا؟ 25. حتى ما تنسى، قال الناظم: حتم على كل ذي التكليف معرفة بأنبياء على التفضيل قد ذكروا، وفي رواية على التفصيل قد ذكروا، في تلك حجتنا منهم 8 من بعد 10 ويبقى 7 وهم. في تلك حجتنا منهم، يعني في الآية الكريمة، في وتلك حجتنا، في تلك حجتنا منهم 8 من بعد 10 ويبقى 7 وهم إدريس، هود، شعيب، صالح، وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا، على خلاف في ذي الكفل هل هو نبي أو ليس بنبي. هؤلاء هم الذين ذكرهم الله عز وجل في القرآن. ونستكمل إن شاء الله تعالى الكلام عن الحديث في الدرس القادم غدا إن شاء الله.